مرحبا شباب وصبايا، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. هذا الفيديو شرح لبرنامج سلايد جوي. هذا البرنامج هو اللي ما بيعرفه، هو ربح عن طريق الاعلانات. يعني انت بتقفل الجهاز، مثلا طفت شاشة الجهاز، مثلا مجرد ما طفت شاشة الجهاز ورجعت شغلتها، طبعا مو اعادة اقلاع، بس مجرد يعني سكون للشاشة، تمام، ترجع تفتح الجوال بيطلع لك اعلان، يعني بتلغي هالاعلان مجرد ما طلع لك، بس تلغيه مو اكتر. كل ما لغيت اعلانات اكتر، كل ما اجاك كريدت بسموها، تمام. هاي الكريدت بتحولها لدولارات، والدولارات هاي بتسحبها على الباي بال، او تسحبها مثل ما بيقولوا جود شاين، يعني هاي شو اسمها، بطاقات مثلا امازون، بطاقات تشتري منها عن طريق الامازون وعن طريق التطبيقات هاي. فطبعا رابط تحميل البرنامج راح احط لكم اياه اسفل الفيديو، وراح اشرح شوي عن البرنامج. مثل ما انكم شايفين، طبعا في ناس راح تقلي كتير يعني قليل، طبعا انت فيك تقلل سكون الشاشة، يعني مثلا تحطه 30 ثانية، كل 30 ثانية راح تطفي الشاشة، مجرد ما فتحتها انت سحبت الاعلان بزيد الكريدت، تمام. طبعا انا يعني ماني معتمد عليه كتير بصراحة، وانا بستعمل الجوال كتير يعني، فحاطط ما بحب اني ضلني اسحب الاعلانات وهيك، ف يعني حاطه تقريبا 5 دقايق، كل 5 دقايق اللي يقفل، يعني حول تقريبا شي في هون. طبعا ضمن التحويلات ما أنا موجودة في 8 يورو، وفي هاي 2 يورو، وبعد 2 يورو كمان، وهلا فيني مثلا هاي. طبعا التحويل بيكون، شوفوا مثل ما انكم شايفين، مقابل كل 1000 كارات او كريدت شو ما كانت، يعني كارات بتاخد 1 دولار. في عندك عن طريق الباي بال، تمام، وفيك لفيسبوك، في هوتيلز، وفي هاي، وفي يعني جيفت كاردز انه لامازون وهالشغلات هاي، بتختار انت اللي بدك اياه. انا طبعا رابطه بحساب الباي بال، وبحول على الباي بال، او بالاحرى باي بال مشان اللي بيعرف انجليزي. ايه، في هون كمان طرق تانية بتكسب منه جواهر. طبعا هاي الطرق انا ما قلت لكم ما بستعملها، انا تارك البرنامج على الاعلانات، يعني شو ما طلع لي منه 2 دولار، 4 دولار، 5 دولار، مناح يعني، ما نو زعجيني. وفي هون طرق كثيرة، بتشوف فيديوهات مثلا، او تلعب العاب، او تنزل برامج، او تنزل العاب وتوصل فيها لمستوى معين بيزيد الكريدت، او فيك تدعو الاصدقاء مثلا، يعني دعوة الاصدقاء مثل ما نكون شايفين هون، تنسخ هذا الكود تدعي للاصدقاء لحتى يحملوا البرنامج. مثل ما نكون شايفين هون في عالم موصلة ملايين طبعا العالم هاي بتستعمله كتير، عرفت شلون، يعني معتمد عليه للبرنامج. والبرنامج مثل ما قلت لكم يعني عن جد، هاي شو اسمه، يعني بتسحبوا على الباي بال، وانا جربته، يعني ما انه لا فيه غش ولا فيه شيء، وهي عمليات التحويل مثل ما نكون شايفين تحت. طبعا في عمليات تحويل زمان، هو عاطيني شهر ماي وشهر ابريل، يعني الشهر الرابع والشهر الخامس بس، وانا من زمان بستعمله، يعني تقريبا من شي سنة بستعمل البرنامج، ف مو مطلع لي يعني كل عمليات التحويل. مثل ما نكون شايفين 2 دولار، ب2 دولار حولهم على حساب الباي بال. شو كمان بدي احكي هون، بالنسبة بتروحوا على الاعدادات، بتختاروا هون، في عندكم مثلا يعني الثيم اللي بختاروه، انا تاركه العادي الاساسي. في عندكم كمان تحت هون choose your mood، او choose your mood يعني حسب المود اللي بدك اياه، انت بتختار النورمال مود مو الهيرو مود. طبعا الشرح كاتب لكم اللي بيفهموا انجليزي، بالنورمال مود كاتب لكم النير، عفوا بس تعدي السيارة، بعتذر على الضجة.
ايه بالنورمال مود، النورمال مود يو كان ويذدرو يور سلايد جوي ايرنينجز تو يور باي بال اكونت باي جيفت كاردز اند دونيت ويذ يور سلايد جوي. يعني انه فيك تصرف بالنورمال مود، فيك تصرف المصاري اما تحولهم على الباي بال او تاخذ فيهم بطاقات شراء، او يعني تستخدمهم لشغلات تانية ضمن سلاي جوي. الهيرو مود lets you donate your slow earnings to charts every month automatically. يعني الهيرو مود هذا فيك خلينا نقول فيك تصرف المصاري تقريبا كل شهر. الفرق بيناتهم النورمال مود، يعني النورمال مود هو احسن لانه فيك تستخدمه للباي بال، الناس اللي بدها تستخدم الباي بال وهيك. اما هذا فيك بس عن طريق الخيارات اللي عاطيك اياها هو البرنامج، فالنورمال مود احسن. طبعا المعنى نورمال مود وهيرو مود، طبعا البرنامج رح يحط لك هيرو مود انه على اساس انه يعني الوضع الخارق او الوضع البطل او هيك. طبعا هذا لفائدته للبرنامج، انت اختار النورمال مود دان. تمام. طبعا شايفين عندكم هون هاي الواجهة الأساسية، في عندكم رقمين على اليسار، رقم على اليسار ورقم على اليمين. الرقم اللي على اليسار هو الكراتس الخاصة فيك، يعني النقاط الخاصة فيك خلينا نقول. هاي كل النقاط الخاصة فيك حاليا المتوفرة. اللي على اليمين يلي هو ريدميبل ناو، يعني هاي 1290، هاي اللي فيك انت هلأ بتحولها، هاي اللي مخول لك بتحولها لمصاري. تمام. انت هون مثل ما انك شايف كل ما يصير عندك دولار فيك تحول، او لا عفوا الباي بال كل 2 دولار، يعني كل 2000 كراس لا فيك تحولهم على الباي بال، او 3 او اقل شيء 2000. يعني انت لازم يكون عندك خلينا نقول بهذا الرقم ال 1290 هذا لازم يكون اقل شيء 2000 لحتى فيك تحوله على الباي بال او تشتري فيه جيفت كارد. عرفتوا كيف؟ فهدول هن الخيارات تبعه، وهذا هو البرنامج. حبيت اشرح انه انا بستعمله يعني، وقلت لكم يعني ما كسرتني يعني 2 دولار على 2 دولار على 2 دولار بيجمعوا. طبعا هي في ناس يعني بتعرف طرق ربح اقوى، ولكن يعني هي طرق من الطرق، وحبيت اشرحها ليكون الواحد عنده علم بكل شيء ويستعمل اللي بده. يعني في برامج اقوى، عرفتوا كيف؟ طبعا انا ما استعملت غير برامج، في برامج اقوى بس هذيك كمان بدها شغل اكثر. يعني في برامج مثلا بتعطيك نقاط اكثر، ولكن بدك مثلا تحمل لعبه معينه وتوصل فيها لليفل معين لمستوى معين وتعمل فيها شغلات وتحقق فيها نقاط لهي اللعبه مثلا، وهن على الاساس هذا بيعطوك النقاط. هاي مثلا شغله فيك مثلا تشوف فيديوهات، فيك تشوف شو اسمه تحمل برامج كمان توصل فيها للبرامج، يعني بحيث انه بيقول لك مثلا حمل هذا البرنامج وافتحه لمده اسبوع، كل يوم افتحه بنعطيك مثلا 1000 نقطه هيك مثلا. عرفتوا كيف؟ ايه كمان بس هذه قلت لكم. ام هذا يعني ما انه ما عندي هالازعاج مثلا، هيك طفت الشاشه مثلا شايفين، عفوا مسجل الفيديو ما بيسجل يعني لما تطفي الشاشه ففصل الفيديو. يعني كنت حابب افرجيكم كيف لما تطفي الشاشه، مثل ما راح افرجيكم كيف شو يعني تطفي الشاشه. يعني مثلا هون ديسبلاي او العرض مثلا هون شايفين انا حاطه كل 30 ثانيه لي، يعني كل نص ساعه ليطفي مثلا. عرفتوا كيف؟ انت مثلا اذا بتحطه 15 ثانيه كل 15 ثانيه راح تطفي الشاشه، ترجع انت بتكبس كبسه القائمه او اي كبسه وبتلغي بتسحب الاعلان على اليسار هيك. راح افرجيكم كيف تسحب الاعلان. الاعلان راح يكون مثلا خلينا نقول هالشاشه هي الاعلان، تسحبه هيك تمام على اليسار، ما بتسحبه هيك ولا بتسحبه لفوق، بتسحبه هيك على اليسار تمام. مجرد سحبك للاعلان وعلى مده معينه فيك عاد تحول المصاري. تحويل المصاري بيكون بهالشكل، فتحت البرنامج بتروح على الخيار الثاني اللي عليه دائره وشو اسمه ودولار، تضغط على باي بال او اللي بدك اياه. مثلا اخترنا باي بال، هون بيكون انت فوق كاتب لك ريدميبل كرات. هاي الريدميبل كرات شو اسمه
المبلغ اللي فيك تحوله. مثلا انا حاليا مكتوب 1290، ما فيني احولهم. ليش؟ لانه اقل شيء لازم يكون عندي 2000، فمجرد ما صاروا 2000 بتحولهم، تختار انت او 3 حسب اللي بدك اياه، يعني تختار ريديم ناو، بتكتب هون حسابك الباي بال، وهون يعني ما بدك فيك تكتب اي شيء. هون سبب التحويل، هون سبب التحويل، بتختار كونفيرم اند ريدم وخالصين بيتحول. بتستنى يعني شغلة حسب عمليات الباي بال قديش بتاخد وقت، يعني ممكن يوم يومين وبعدها بتلاقي المصاري بحسابك الباي بال ورمز عملية تحويل وتلاقي كل شيء. وبيكتب لك هون، ترجع الصفحة الأساسية، بيكتب لك هون بتاريخ الفلان، مثلا التاريخ المعين انت حولت المبلغ هذا. تمام، هذا كل شيء كان عن البرنامج. رابط التحميل أسفل الفيديو راح يكون، وبتمنى تشوفوا الفيديو وتفهموا الشرح على المظبوط. ضل شيء بدنا نحكي عنه، هاي هون انه العالم يلي مثل ما انكم شايفين، هذا ابو اواكس ما بعرف شو اسمه، يعني 1,716,000 كرادس عنده، يعني مبلغ هائل. يعني هذا المليون، يعني قديش اذا بدكم تقسموها، المليون هاي على 1000، يعني تقريبا هذا طالع له 1000 دولار. عرفتوا كيف؟ تقريبا 1000 دولار، يعني طالع يعني مبلغ كتير عالي. شاطرين بالرياضيات يحسبوها، اذا انه مليون طبعا. بس تمام، هذا كل شيء كان عن البرنامج، اتمنى يعجبكم الشرح، ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة والكومنتات ودعم القناة لا تنسوا. وفي صفحتي على الفيس وقناتي على التليجرام، تابعوهم بتلاقون أسفل الفيديو. شكرا لكم كتير، والسلام عليكم.